بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم الذي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنا عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة نرضاها، وولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطره. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، ما بعدهم بتابع قبلة بعد. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة مولية واستبقوا الخيرات، أينما تكون يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجهكم شطره، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منه فلا تخشوا واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا لمن يقاتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات، وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربي ورحمة، وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون. إن الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا هم غفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إلا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، الفلك الذي تجري في البحر ما يفعل الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء وأحيا بالأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يدحر من دون الله
الله أندادي يحبون محب الله والذين آمنوا واشتدوا حبا لله ولو يرى الذين ظلموا انذروا العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ برأ الذين تبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين تبعوا لأن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تكونوا على الله ما لا تعلمون وإن كنا نتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما ألفينا عن آباءنا ولو كان آباؤنا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعم ما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب يشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطون النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاك بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة من الكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين ابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة الموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ومن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم بالقصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحد الموت إن لغى خيرا للوصية الوالد الأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موسى جنفا إثما وصل بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكن من العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفس وتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرون ابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون أنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تكونوا أمانكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى حكام لا تكونوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الله الله قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهر ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقادروا بسبيل الله الذين يقادرونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقدروا حيث قمتم واخرجوا من حضرة فلا تشهدوا من القدر ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام من شهر الحرام الحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا اعتدوا عليه ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا انكم ملاقو واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم لن تهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين واتموا الحج والعمرة لله فإن صرد من سيسر من الهدي ولا تحركوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة ما سيسر من الهدي ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن يحاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جنح فضلا من ربكم فإذا أمنتم فإذا فتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبل لمن الضالين ثم أفيدوا من حلافة الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم واذكروا الله كذكركم آباءكم وأشهد ذكره ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار أولئك لهم نصيبهم مما كسبوا والله سريع الحساب واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم على من انتظر واتقوا الله واعلموا أنكم لا تحشرون ومن الناس من يعجبك من حال الدنيا يشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الحصاب وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ملك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا كيل له ذك لأخذته عزة بالإثم حسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا بالسلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان
إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينة فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم أتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا يسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبينا بشيرين منذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الذين أوتوا بمعنى ما جاءت الميلاد بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالد أقربين اليتامى المساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال قل لكم وعسى أن تكرهوا شيئا خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم أنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الكفر والمسجد الحرام وإخراج أهله من الأكبر عند الله والفتنة أكبر من القدر ولا يزال يقاتلون لكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وكافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار فيها خالدون إلا الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر الميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن خالدوا إخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعاندكم إن الله عزيز حكيم ولا تمن المشركة حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تمن المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم هناك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة المفرد بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين يحب المتطهرين نساؤكم حرض لكم فأتوا حرض وأنشدوا وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاكوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضا دائما أدبر ولدك وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين أولين من نساء ضرب أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن من
يؤمنن بالله واليوم الآخر وبعولتهن حق بردهن في إذا أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف والرجال عليهن درجة والله عزيز الحكيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتم شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فالحمد لله أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا نحن من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن معروف وسرحوهن معروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب رحمة يعدكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعدلون أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعد به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم أطهر والله يعلم أنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين أرادن يتم الرضاعة وعن المولود لو رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولدي وعن الوارث مثل ذلك فإن أرادا بصلا عند من وتشاور ولا جناح عليهما فإن أرادوا من تسترضعوا أولادكم ولا جناح عليهما إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتغفر يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح بما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله ما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خدمة النساء يمنن في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدن سرا إلا أن نكون قولا معروفا ولا تعزموا تنكحوا حتى أيام الغداب أجلا واعلموا أن الله يعلم ما في أمس واحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن فافرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقدر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فالحمد لله رجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح مما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات ما تعمل المعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم ترين الذين خرجوا من ديارهم وأنهم في حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحيوهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من
من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبينا بعث لنا ملكا وقال سبيل الله قال نعم سيد مغدب عليكم الكتاب ولا نقاتل قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله قد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم الله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون لنا الملك علينا ونحن أحق بالملك من أن أصعد من المال قال إن الله اصطفى عليكم وزادوا بسطة في علم الجسد والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أياد من تابد فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من رب وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب فليس مني ومن لم يعد بينه مني إلا من اغترف غرفة بيده وشربوا من إلا قليلا منهم فلما جاوزه الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم جالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاك الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموا بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله ملك أحمد وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعدهم ببعد الله فسد الأرض لكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإن لك لمن المرسلين.